الحقيقه خبر يعني كاشف، والبعض اعتبره خبر صادم، وبعض تاني شافه خبر محرج جدا. المهم انه هي قصه واحد اسمه خالد عنخ امون الاول، وده حساب على تويتر، وشاب هو مسمي نفسه كده، وحب يثبت الشاب ده ان السوشيال ميديا بشكل او باخر قد تكون احيانا فخ كبير بيقع فيه عدد كبير من المواطنين، ومش بس المواطنين حقيقه، ووسائل الاعلام. ده ليه؟ لانه انتشرت معلومه من خلال الاكونت بتاعه، والمعلومه دي اللي قالها خالد عنخ امون عن اسم اللي اختاره على موقع تويتر لايضا يكون مرشحا لوزاره النقل. ويمكن هو اختار الاسم محمد وجيه زي ما حضراتكم سمعتوا عنه في الفتره اللي فاتت، وكمان اشار كمان الى انه حط له سي في على الموقع، وقال انه ده مرشح انه يكون وزير للنقل مهندس محمد وجيه عبد العزيز، وانه هيحلف اليمين غدا، وانه صاحب يعني خبره طويله في مجال السكك الحديديه بفرنسا، وصاحب الطفره في السكك الحديديه اللي حدثت بالسويد على مدار 18 سنه، وحصل على الاوسمه العليا من فرنسا في مجال السكك الحديديه، واخترع فيلم كامل عن شخصيه للاسف توفت من 11 سنه. طيب الشاب المقيم بقى في دوله الكويت، وخلينا نقول ان دي يا جماعه يعني في الحقيقه فضيحه وكارثة وصفعة في الإعلام المصري، مش لطيفة في الحقيقة. طيب هو الولد الشاب ده قال إيه؟ بيحكي بيقول أنا زهقت من شائعات الإخوان والثورجية اللي همهم هدم البلد، وكل يوم إشاعة شكل والناس بتصدق وبتنقل وبتنشر الخبر، وبقت حاجة مصدقة خلاص، وتلاقي مواقع محترمة وبرامج محترمة بتنشر الكلام ده على إنه من مصدر موثوق، وصحفيين ليهم اسم على تويتر بياخدوا الشائعة كوبي بيست على انهم مصدر مهم للمعلومات. وبعدين بقى كتب خالد كمان، قال امبارح من خنقتي من كتر الشائعات كتبت تويته قلت فيها الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز مرشح قوي جدا لوزاره النقل والمواصلات، وقلت ان هو عالم كبير في هذا المجال من 18 سنه في اوروبا وخصوصا في فرنسا والسويد، واخد اوسمه من فرنسا عن الطفره العظيمه اللي عملها. قال له سبت التويته كده لمده ساعه و13 دقيقه وراح شايلها. بعد ساعة ونص بالظبط ابتدت تتنشر التويتة دي كوبي بيست على من على تويتر على ان كل واحد كتبها وعرفها من مصادره الموثوقة، يعني في ناس بقت تنقلها منه واخدوا فيها السبق. طيب كارثة. كمان خالد بيقول وبعدين لقيتها منتشرة في تويتر وبعدها على فيسبوك، وفجأة لقيت مذيع مشهور نقلها عن موقع اخباري كبير، ومذيع مشهور اخر بيزاح على انها خلاص التعيين هيبقى رسمي، ومعاه ضيف مهم كمان بيأكد المعلومة علشان جاية على مواقع إخبارية رسمية، واحتمال أو استحالة تكون غلط. بيضيف كمان خالد المهم اتعمل كوبي وبيست التويتة 183 مرة، وطبعا مواقع إخبارية كتبتها على أنها خبر موثوق فيه، وبرنامجين مهمين قالوها، وحوالي 9 صحفيين كتبوا خبر على تويتر، والبلد كلها صدقت انه في وزير النقل جديد اسمه محمد وجيه، هو الراجل المتوفي من 11 سنه، وهي قصه اخترعها خالد عنخ امون الاول، وده حسابه على تويتر. خالد كمان وقعت كل الناس في الفخ. صحيح، خالد حقيقه بيكمل حكيه بالكارثه، وبيقول هي الكارثه فين؟ ان دي تويته من تاليفي ومحمد وجيه عبد العزيز يبقى الله يرحمه ابويا اللي توفى من 11 سنه وما كانش مهندس ولا خبير سكك حديد، حبيت بس اثبت للناس ان تويتر مركز مركز قوي جدا للشائعات والسوشيال ميديا، ما هي الا حاجه ممكن ان هي تخرب بيوت وبلاد وشعوب، ارجوكم لا تنساقوا وراء اي شائعه ممكن تخرب حياتنا والاخوان متخصصين شائعات، لان احنا تربه خصبه جدا لاي شائعه وبيخربوا عقول الناس بالشائعات. واخيرا لكم بقى تكمله الكارثه بالاثباتات. في الحقيقه يعني عايزين نقول حاجه، ده بيخلينا بقى نعيد حسابات تعيين الكوادر داخل المؤسسات مره ثانيه. الصحفي اللي يعني اكتفى بان هو ياخد تويته مش عارف هي جايه منين عشان يحطها اصلا على موقع اخباري، لان دي بدايه الكارثه. انا دلوقتي كمقدم برامج مصدري ايه؟ مصدري الصحفي، الصحفي ده مصدر، انا مقدم البرامج، فباخد من المصدر اللي بستعين بيه علشان انا بريزنتر مقدم برامج، انا اللي ببقى في وش المدفع وباخد مسؤوليه المعلومه اللي انا اخدتها عن طريق الصحفي. طيب